Audio Jungle. Audio Jungle. فؤاد بقى عد دولي من 2016 عندي مرتبة رابعة في 1500 متر في أولمبياد ريو، مرتبة رابعة في 400 متر، بطل العالم في 800 متر مع تحطيم رقم قياسي لبطولة العالم، ومرتبة ثانية في 1500 متر بلندن، بطولة العالم بلندن 2017. كانت الميدالية الفضية هذيك فرحت بها بزاف، تما كانت شوي فرحة تاعها أكثر من الميداي دور تاع 800 متر، والمدرب فرحها بالميداي دارجون أكثر من الميدالية الذهبية، باسكو كانت هذيك هي الميدالية اللي حررتني واللي خلتني نجيب الميدالية الذهبية في 800. Baka holding on, Demissa, Baka wins, Demissa's second. Green and gold, he goes past Metesky, he goes past Eloy, he goes into third place, then he comes out behind the Baka boys. He has got a future in front of him in para athletics, Jared Griffin. But in first and second position, what a team, what a duo. The Baka ball, Abdelatif. Bowen with Jared Clifford. He's bound into the final 100 metres. It's Bowen Bucker on the inside in the red shorts. It's his brother Abdelatif, the 1500 metres champion, who's roaring down the outside. But also there coming down on the outside, it's the man from, oh no, it's going to be him. It's Bowen Bucker gets across in a championship record time. سواما يحوزوا على ميداليه، ميدالتين ذهبيتين وميدالتين فضيتين في اختصاصين، الحمد لله وفقنا رب العالمين، ونظن باللي راح ندخلوا في تاريخ الرياضه الجزائريه. حاجه ديجا شرف لينا كي نمثلوا الالوان الوطنيه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه مادام كتمثل في الالوان الوطنيه معناها راح تمد وش عندك في لابيست، تنسى كلش. شرف لينا، كنا احسن سفراء للجزائر في لندن، جبنا ميداليتين ذهبيتين فضيتين، فرحنا بهم شعب جزائري الحمد لله. دوكا كي نخرج وانا وعبد اللطيف نلقاو شيوخ كبار عجايز ليجان ولاد صغار يسلمون على ريصانا، وقلنا رفعتونا ريصانا ورفعتونا الاعلام.